اللي جابك هنا؟ راجع بيتي. انت نسيت ان انا لسه على ذمتك؟ كنت فاكره انه ممكن يتجوزك لو كنت طلقتني. غلطانة. مفيش راجل يتجوز واحدة خاينة حتى لو خانت عشانه. يا هانم، الخيانة مش مجرد حادثة، دي طبيعة. للدرجة دي بتتشافى فيا؟ كنت متأكد ان ده هيحصل، وكنت مستني لما يزهق منك ويرميكي زي عقب سجارة دخنها ودسها بجزمته. وانت عارفه اني مش لمام سبارس. انا داخل اغسل وشي لان عناية اتوسخت لما شافتك. عايز لما اطلع ما الاقيكيش هنا، فاهمه؟ لازم تقتله. ياه، اقتله مرة واحدة؟ لو كنت بفكر في القتل كنت قتلتك انت ومن زمان. انا واثقة لو عرفت هو مين وهيتجوز مين هتوافقني على كل حاجة اقولها لك. مش عايز اعرف حاجة لا عنك ولا عنه. قلتوليش ايه اللي رجعكم كده بعد شهرين؟ انتوا كنتوا رايحين تقعدوا 3 سنين. في ايه يا حسين؟ حصل حاجة؟ ما تتكلمي يا زينة. اتكلم اقول ايه؟ اقول ان اخوكي كان حبسني في شقة ليل ونهار. طيب احمدي ربنا انها كانت شقة مكيفة وفيها كل حاجة. ما هي البلاد دي كده يا زينة، واللي بيروح بيكون عامل حسابه. انا شرحت لها كل حاجة قبل ما نسافر وفهمتها ان الحياة هناك صعبة ووافقت على كده. ما انت السبب في ده كله. هو احنا كنا مسافرين هناك ليه؟ مش عشان نصلح حالنا المايل ده؟ ودلوقتي بعد البهدله اللي بهدلتها انا هناك عاوز تطلعني غلطانه برضه؟ يا ساتر عليك، ده انت بقت عيشتك تطهق. اف ده مش معقوله. معلش يا حسين، يمكن اعصابها تعبانه شويه من السفر. سيبك منها، دي ما بيعجبهاش العجب. المهم، ازيك انت يا مروه؟ وحشاني قوي. عامله ايه في الكليه؟ الحمد لله. شوفي كده. ايه ده يا حسين؟ معلش، اللي قدرت اجيبها لك. لو كنت قعدت مده اطول كنت جبت لك حاجه احسن. البسيها كده. الله، بس دي باين عليها غاليه قوي وانت ما لحقتش تعمل حاجه. انا عندي اغلى منك، ده انت اللي فاضله لي في الدنيا. ربنا ما يحرمنيش منك. استاذ حسين، في واحد منتظر حضرتك جوه. مين؟ مدحت. حسين اهلا حبيبي. اهلا. ازيك حسين؟ اهلا. ازيك يا مدحت؟ اهلا اهلا. وحشني يا مدحت. اهلا اهلا. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت اتغيرت قوي قوي. ازيك انت يا حسين؟ وحشني قوي. ياه، لسه زي ما انت، ما اتغيرتش فيك حاجه خالص. اهلا يا مدحت، وحشني. انت فين يا سيدي المده دي كلها؟ كنت في اوروبا. اوروبا حته. اتفضل اتفضل. اول ما رجعت من السفر رحت لك البيت القديم، قالوا لي انك عزلت وما يعرفوش عنوانك. المهم عرفت انك بتشتغل هنا. كنت عاوز اشوف الايام عملت معاك ايه. اتجوزت وعزلت. الف مبروك. ايه وانت عامل ايه؟ اتجوزت ولا لسه؟ هو احنا برضه وش البهدله دي اساس. وحشني، وحشاني مصر كلها بالحق. اخت
حضرتك العفريته زيها دلوقتي. اوه دي كبرت دلوقتي وبقت في بكالوريوس فنون جميله. والله مش معقول. لكن طالعه شاطره زيك يا حسين؟ لا اشطر بكتير، ده انا متوقع لها السنه دي على الاقل جيد جدا باذن الله. اخت الوز بقى انت وراك ايه؟ والله يا حسين انا كان لا اسمع بقى، انت هتعمل لي مهم دلوقتي، انت تيجي تتغدى معايا وبالمره تتعرف على مراتي وتشوف ميرفت. ما عندكش فكره هتفرح قد ايه لما تشوفك. الأمان. ألو مدحت، مش معقول، ازيك؟ كنت فين المدة دي كلها؟ ازيك يا ميرف؟ وحشاني قوي. يا ده انت فعلا اتغيرتي وحلويتي زي ما قال اخوكي. انا لسه معايا صورتك بالضفاير. انما ايه ده كله يا مدحت؟ شكلك نضف قوي. الله، يعني انا كنت وسخ زمان ولا ايه؟ سامع اختك يا عم، على عموم ربنا يسامحك. ما انا عارفه. كفايه هزار بقى وتعالى اما اعرفك بحرمنا المصون زينب. اهلا يا فندم. ده ايه الادب اللي نزل عليك ده؟ مدحت صديق الطفوله، اشقى واحد عرفته في حياتي واخيب واحد يا مدام. كنت دايما محتفظ بلقب الاخير في الفصل، وجوزك كل سنه كان يطلع الالفه ويكتب اسمي على التخت ويحط قدام منه مليون شقي جدا علشان اخد العلقه المحترمه. تستاهل يا سي مدحت، ولو انها ما كانتش بتحوق فيك. يا سلام، الواحد كان محروم من الاكل اللذيذ ده والله. وما وحشكش يا اخويا الكشري ابو دقه ولا سندوتشات الطعميه اللي كنت بتخطفها مني؟ نعم. ولا العجوه اللي كان مالي بيها جيوبه وما يحللوش ياكلها الا في الحصص. بلاش فضايح بقى، ما تصدقهمش يا مدام. ما قلتلناش يا مدحت عملت ايه في اوروبا عشان ترجع بيه بالشكل ده؟ تعبت. تعبت كتير قوي يا ميرفت. اشتغلت في كل حاجه. وياما ضاقت الدنيا في وشي، وكذا مرة فكرت إني أرجع، لكن حاجة غريبة، لما كانت الدنيا تسود في وشي، كنت أفتكرك يا حسين. يا سلام، إشمعنى؟ أنت عارف إني ما سافرتش إلا بعد ما تعبت قوي، وما كانش قدامي غير هدف واحد، إني أجمع ثروة، وأعوض بيها فشل السنين اللي فاتت كلها. بس كان في كابوس دايما بيطاردني اني ارجع فاشل زي ما رحت ولا نجح. كان دايما المرحوم ابويا يعايرني بجوزك يا مدام. قد كده كنت شاطر وانت صغير؟ امال لما كبرت يعني؟ وانت يا مدحت ناوي تقعد هنا ولا هتسافر تاني؟ لا يا ستي، عقبال املتك اجر مكتب في شارع قصر النيل دافع فيه 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ ده انت لازم هتشتغل في حاجه كبيره قوي. والله انا عملت بره علاقات كويسه واشتغلت مع شركه كبيره قوي لها فروع في معظم انحاء العالم. بتشتغل في ايه الشركه دي يا مدحت؟ في المساكن الجاهزه. المساكن الجاهزه؟ ايوه يا فندم، في المساكن الجاهزه. بالمناسبه حسين قال لي انك في فنون، قسم ايه؟ ديكور. هايل، يعني هتقفي جنبي. اسمعي، تقدري تعملي لي ديكورات مكتبي؟ امال يا استاذ، دي مهندسة ديكور درجة أولى. والله يا أخي أنا خايف تطلع خايبة ولا لأ. وبعدين بقى في التلبيخ بتاعك ده، أنتوا الظاهر واخدين على بعض قوي. أهو طول عمرهم كده زي اللي فوق روس بعض. ده كان ساعات يجي لنا مخصوص عشان ميرفت تتريق عليه. خلينا عمليين يا جماعة. إيه رأيك أفوت عليكي بكرة الساعة 2 في الكلية وآخدك معايا؟ هتاخدني على فين؟ ما تخافيش كده. هاخدك على المكتب علشان تتفرجي عليه وتبتدي تشتغلي. بالحق يا سحس انت ما جبتش عربيه ليه لغايه دلوقتي؟ انا شايف ان المواصلات بقت صعبه قوي في البلد اليومين دول. عربيه؟ الله يسامحك. الله، هو انت مش مدرس انجليزي ولا ايه يا سحس؟ طب ده انا سامع ان المدرسين اليومين دول بقوا احسن من الدكاتره، كل واحد فاتح عياده تدريس في بيته وبيكسب ده. الا احنا يا استاذ مدحت،
الناس خيبتها السبت والحد واحنا خيبتنا مش على حد. والله انا شغلتي مدرس مش تاجر مخدرات. ما تتحماش قوي كده. الله يجازي شطارك يا حسين، ما تغيرتش فيك حاجة خالص. اهو مدحت ده كان اخيب تلميذ في الفصل. تصور انه صيف في الثانوية العامة 3 سنين ويوم ما نجح نجح بالآدمية، بس ما جابش مجموع يدخلوا الجامعة. ويعني هما اللي دخلوا الجامعة عملوا بيها ايه؟ اللي بيكسبوا مدحت في يوم بتكسبوا انت في سنة. هو البلوى ده لسه هنا؟ خليه مكانه يا اخي، بيعه اهو نستفيد بثمن، مش احسن ما هو مركون كده؟ ابيعه ازاي يا زينب؟ ده من ريحه المرحوم ابويا. يا ريته كان ساب لك حاجه عدله يا اخي. زينب اهو ده اللي انت فالح فيه، حما يا على الفاضي. يا ريتك كنت طلعت خايب زي صاحبك، على الاقل كنا عشنا احسن من كده. ده انت مش مكفيك التعب اللي بتعبه؟ يا ريته كان بفايده. انت ناسي ان فصلي احسن فصل في المدرسه؟ يا فرحتي. يعني انت خلاص الفلوس بقت كل حاجه عندك؟ ما بقاش في قلبك مكان لحاجه تانيه؟ حسين اخوكي مش سعيد في جوازه. عرفت ازاي؟ واضح انهم مختلفين عن بعض في حاجات كتير. هما بقالهم قد ايه متجوزين؟ 5 سنين. ولحد دلوقتي ما خلفوش؟ يظهر انهم مش عايزين. ها ايه رايك؟ هايله يا مدحت، بس لقيتها ازاي دي؟ الفلوس، الفلوس تلاقي بيها كل حاجه، ولا انت مش معايا في كده؟ اوعى يكون حسين لخبط مخك. يا ريت الناس كلها زي حسين. بقول يا مربت، المكتب لازم يكون مودرن، مودرن جدا، شيك. الالوان تكون فاتحه. انت عارفه اني هتعامل مع رجال اعمال كبار. باختصار المكتب لازم يحلهم بالثقه. على العموم قبل ما نبتدي هعرض عليك كذا تصميم وانت تختار اللي يعجبك. انا عارف ان ذوقي جنان. سيبك من الكلام ده وبطل بكش، انت نسيت ان احنا متربيين مع بعض. لا ما نسيتش، بس صدقيني مش هقدر انصب عليك المره دي. زمان كان ممكن لكن دلوقتي صعب. يا مدحت انا اتاخرت قوي، لازم امشي دلوقتي. مش هتيجي معايا البيت؟ لا، لاني اصلي انا عندي ميعاد مهم هنا. يا ريت تبلغي حسين اني هفوت عليه بكره الساعه 5. سعيدة يا مدام. اهلا. ايه ده كله يا مدحت؟ انت ليه عامل تكليف كده؟ يا ستي دي حاجة بسيطة. الله، هو حسين لسه ما جاش ولا ايه؟ زمانه جاي. معلش انا جاي قبل الميعاد بنص ساعة. اهلا وسهلا بيك في اي وقت، ده بيتك. ميرسي. تحب تقعد في الصالون ولا في الفراندا؟ متهيألي الفراندا احسن. اتفضل. اتفضل. عشان النهارده هدوقك طبيخ ايديا. يا ساتر، يعني اعمل حسابي على غسيل معده النهارده. يا سم. انا سعيد جدا بمعرفتك، ما كنتش اعرف ان حسين ذوقه حلو كده. ميرسي. انت اللي ذوقك هايل يا مدحت. يا ترى انت اللي بتختار هدومك بنفسك؟ طبعا. برافو، امال ما علمتش حسين ليه؟ دي اخر حاجه افكر فيها هي اللبس. حسين طول عمره كده كان دايما يقول ان المضمون اهم من المظهر. المفروض الواحد في الزمان ده لازم يهتم بمظهره، يعني هو ما يبقاش كويس الا اذا كان مبهدل. كل واحد وله تفكيره في الحياه. للاسف انا طريقه حسين في التفكير ما بتعجبنيش. حسين ابن حلال وطيب، بس يمكن انت ما قدرتيش تفهميه. انا ياما غلبت معاه، لكن اعمل ايه؟ مفيش فايده. طب ايه رايك بقى؟
انا عندي عرض كويس لحسين، بس عاوزك تساعديني عشان يقبله. عرض ايه؟ شوف يا ستي. مساء الخير يا مدحت. انا اسف اتاخرت عليك. لا ابدا. الله، ايه يا عم الشياكه دي كلها؟ امال ازاي يا مدام بتقولي ان جوزك مش مهتم بلبسه؟ ها ده بس في المناسبات. اها، وايه يا ترى المناسبه النهارده؟ بارك لي يا سيدي، اترقيت مدرس اول، وتلامذتي كانوا عاملين لي حفله شاي. الف مبروك. الله يبارك. ويا ترى الترقيه دي بقى هتزيد فيها كام ان شاء الله؟ كام هي يا زينه؟ دي ترقيه ادبيه. ادبيه؟ ها، اتاريك جاي فرحان ومزقطت قوي. تموت انت في المسائل الادبيه دي. اما كانت حته حفله مدحت، يا رجعتني لايام زمان. اقوم انا اشوف ميرفت بقى عملت ايه في المطبخ. لحسن انت كلامك ده ان شاء الله هيجيب لي الضغط. شفت الهديه للولاد قدموها لي؟ يا سلام يا مدحت، قد ايه بحب تلامذتي. ما عندكش فكره عن فرحتي لما قدموها لي، مع انها حاجه بسيطه، لكن تاثيرها كان كبير قوي عليا. ده كل مرة جاتك خيبة وقاعد لي في أول صف. قوم امشي ورا خالص، ورا خالص، وحط وشك في الحيط. والله عمرك ما أنت نافع. حسين عبد القادر عفيفي. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، فرق بين السماء والأرض. يا ابني أنا مش فاهم إيه اللي معادك جنب ولد خيبان زي ده. أنصحك يا ابني ابعد عن الولد ده خالص. اقرا موضوعك يا حسين. وانت يا سي زفت، اسمع الدورة اللي كاتبها زميلك. لا، وانت حاطط وشك في الحيط. سقط برضو؟ هو انت كل سنة تسقط تسقط؟ اشمعنى حسين ابن عبد القادر ينجح؟ هو انت أقل منه؟ وإيه يعني ألم؟ ألف ألم كمان. العبرة مش في الألم يا مدحت، العبرة في معناه. ده له مغزى كبير قوي عندي. شيء عظيم انك تحس انك انسان ناجح. النجاح يعني فلوس. اتفضل. انت هتعمل زي زينب؟ ايه اللي حصل لكم؟ ما بقاش على لسانكم غير الكلمه دي. هي دي لغه العصر. اسمع بقى، سيبك من الفلسفه الفارغه دي واسمع انا هقول لك ايه. لا، انا مش موافق، انا ما بفهمش في الحاجات دي. يا سيدي هفهمك على كل حاجه. دي كلها عملية بسيطة. كل اللي أنا محتاجه واحد أثق فيه وبس، ومش هلاقي أحسن منك. ما تفكر كويس يا حسين. أفكر في إيه بس؟ أنا راجل مدرس، ما بفهمش غير في التدريس. يا أخي وإيه اللي خدناه من التدريس؟ اسمع، أنت بتاخد كام في الشهر؟ 100 جنيه؟ يا ريت، دول كلهم 58 جنيه عمر. هديلك فوقهم 200 جنيه. يا جماعة، حاولوا تفهموا وجهة نظر حسين. وحياتك يا ميرفت، اسكت أنت، ما تتدخليش خالص. لو سمحتوا يا جماعة، قفلوا على الموضوع ده. لا مش هقفله. بصراحة بقى يا حسين، أنا من ساعة ما قابلتك وأنت حالك مش عاجبني. غرقان جوه نفسك وبس، ومش حاسس بأي حاجة من اللي بتجرى حواليك. الدنيا كلها اتغيرت وأنت زي ما أنت. يا حسين، أنت دلوقتي مش صغير. أنت بقيت راجل مسؤول، صاحب بيت وعندك التزامات. ثم أنت لازم تفكر في بكرة يا حسين. الوقت بيسرقنا، والفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة بس. اسألني أنا، صدقني أنا بفكر في مصلحتك زي مراتك تمام. إحنا عاوزينك تتغير وتبتدي تبني نفسك وتسيبك من المثليات الخايبة اللي ما عادتش تسوي أي حاجة في الزمان ده. شوف يا جماعة، الكلام اللي بتقولوه ده أنا فاهمه كويس، فاهمه كويس قوي. ده تعبير عن وجهة نظر كترت قوي للأسف في الزمن ده. بس مش كده، ولا هيبقى كده، لان مش مستعد عشان اكسب فلوس اخسر نفسي. نفسي نفسي؟ هو انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي نفسي؟ هو الراجل غلط لما طلب انك تشتغل معاه؟ انا مبسوط كده. بس انا بقى مش مبسوطه كده بصراحه بقى، انا خلاص فاض بيا. تقدر تقول لي ناقصك ايه؟ كل ده ما انتش عارف ناقصني ايه. تعال شوف اصحابي عايشين ازاي. بلاش اختي جمالات، تعال شوف جوزها عامل عشانها ايه. مسكنها في فيلا، عندها عربيه، عندها اتنين شغالين، معيشه في مستوى اسياد البلد، لدرجه انك انت شخصيا بتتكسف تقول
بنكسف، انا بعرف. بتعرف؟ ايوه. انت عارفه ان جوزها موظف عادي، يعني ماهيته ما تزيدش عن 40 50 جنيه. تقدر تقولي لي معيشها العيشه دي منين؟ ما سالتيش نفسك السؤال ده؟ وماله؟ شاطر. شاطر؟ هي السرقه والرشوه بقت شطاره عندكم؟ اهو ده اللي انت فالح فيه، كل الناس عندك وحشين وحراميه. والله بقى انت اللي فتحت السيره، انا طول عمري ماليش دعوه بحد. وانا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك اتجوزت راجل على قد حاله، ما عندوش استعداد يبيع نفسه. وهو اللي عرضوا عليك مدحت ماله، ما هو شغل زي اي شغل. انا ما احبش حد يعطف عليا. يعطف عليك ده يا عبيط؟ ده هو اللي محتاج لك اكتر ما احنا محتاجين لفلوسه. والله بقى محتاج لي مش محتاج لي، انا مش هعمل اي حاجه انا مش مقتنع بيها. مش هشتغل في اي شغلانه ما افهمش فيها لمجرد ان انا اجيب فلوس. اه يبقى انت عاوز تنقطني، عاوز تموتني نقص عمر. اه ما هو مفيش غير كده، لا انت عاوز تدي دروس ولا عاوز تشتغل لك شغلانه عليها الطلاق. ما تفهمني انت عاوز ايه بالظبط. ايه ازاي الحاله يا باشمهندسه؟ كله تمام. ان شاء الله هتستلم مكتبك في الميعاد اللي اتفقنا عليه بالظبط. وجوه اخباره ايه؟ اه فكرتني، تعالى معايا. أنا قلت أخلص لك أوضتك الأول عشان تقدر تشتغل فيها. إيه رأيك يا مدحت؟ برافو، هايل، جنان. أنا مش مصدق. بقى البنت الصغيرة المفعوصة دي يطلع منها كل ده؟ هنلدغ تاني؟ أنا كنت فاكرك طالعة لأخوكي. بتاع الكلام وبس. مدحت، أنت ليه مش عايز تسيب حسين في حاله؟ لأني بعتبره زي أخويا بالظبط. ونفسي اساعده. لكن حسين مبسوط كده. بس متهيألي ان مراته مش مبسوطه. تتفلق، دي واحده ما تستاهلوش. يا ده انت باين عليكي شايله منها قوي. قولي لي هو اتجوزها ليه؟ ما انا قلت لك يا مدحت عشان بيحبها. تصور ده حتى حته الارض اللي ورثها عن المرحوم بابا باعها عشان يدفع خلاوه الشقه اللي احنا فيها دي. ما انت عارفه بقى الدنيا تلاهي والامتحانات قربت والعيال العيال مجننيني. قولي لي. نعم. إيه الاستاذ موجود؟ اه موجود اتفضلي. الحقيقه انا جايه لكم مكسوفه قوي، بس اعمل ايه غصب عني. خير يا طنط؟ في ايه؟ خير يا حبيبتي، اصل كمال ابني عمر ربنا ما يديك يا رب. كمال ابني بقى في الثانويه العامه ونفسي يخش كليه كويسه، فانا قلت البركه في الاستاذ حسين، يا ريت يقدر يساعد عشان يجيب مجموع كويس. طيب يا طنط اتفضلي استريحي وانا هديله خبر حالا. أنا عارفة هو مشغول قوي آخر السنة بقى، لكن البركة فيك يا حبيبتي، يا ريت توصيها عليا. حاضر يا طنط. الست صاحبة العمارة اللي قدامنا عايزة تشوفك. ليه؟ ما قالتليش، بس ظاهر إنها عايزاك في موضوع مهم. هتعوزني في إيه بس؟ يا أخي قوم شوف إيه الأول. اسمع، إذا جت عايزاك في حاجة مهمة اعملها لها، ما تكسفهاش عشان خاطري. ألو. ازيك يا ماما؟ رجعتي امتى؟ ها؟ ازاي جمالات ونافع؟ والولاد اخبارهم ايه؟ كويسين؟ طب اسمعي يا ماما هكلمك بعدين، ها؟ باي باي دلوقتي. ربنا يخليك لنا يا استاذ حسين ويقدرنا على رد جمايلك. يا فندم العفو، ده اقل ما يجب. ميرسي قوي يا زينب. ان شاء الله ارد عليك بالافراح. مع السلامه. بالسلامه. ميرسي قوي قوي. الف شكر يا جماعه. ميرسي قوي. انا وافقت عشان خاطرك انت بس يا حبيبتي. ها مبسوطه؟ ايه اللي مبسوطه دي؟ اهو انت كده بقى تعجبني. في الدنيا حد يرفض فلوس جايله من عرق جبينه؟ معقوله؟ فلوس ايه يا زينب؟ انا وافقت اديله درس مجامله فقط. مجامله فقط؟ هتدي درس خصوصي للواد كده ببلاش؟ انت عارفه رايي في الموضوع ده. رايي ايه واحباب ايه؟ هو احنا اغنى منهم؟ دول عندهم أربع عمارات. عارف يعني إيه أربع عمارات؟ المسألة مش مسألة غنى أو فقر. أنت أكيد مجنون أو عاوز تجنني معاك. أنا خلاص طهقت بصراحة بقى، عيشتك دي ما بقتش تنفعني. عن إذنك. يا زينب، أعلي يا زينب، مش معقول ده. أه أعلي. إياك فاكر إن الكام مرطوش اللي تاخدهم كل شهر دول يفتحوا بيت؟ لا يا حسين، فوق لنفسك قوي، فوق وكفاية كده بقى. حبيبتي بس أنا بس عايز أفهم. بلا تفهم بلا زفت.
نفهم بقى. مش دي زينب مرات اخوكي؟ هي راحة فين؟ تلاقيها اتخانقت معاه زي كل مرة. اتفضل يا مدحت. الله، مالك يا حسين؟ قاعد شايل هم الدنيا على دماغك ليه؟ ايه اللي حصل تاني يا حسين؟ ابدا، حاجة هايفة زي كل مرة. الدروس الخصوصية برضو؟ ايوه. دي حاجة بسيطة يا اخي. وده سبب اتخانقوا عشانه. انت يا ميرفت بعد ما تستريحي شوية تاخدي بعضك وتروحي لها وتهديها بكلمتين وترجعيها. انا؟ لا لا لا. بلاش انت يا ميرفت، لحسن تكسفك زي المرة اللي فاتت. طب ايه رأيك يا حسين لو اروح لها انا؟ مش يمكن تعمل لي خاطر؟ اللي تشوفه يا مدحت. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك والدة زينب مش كده؟ ايوه. يا ترى هي موجودة؟ وحضرتك تبقى مين؟ انا مدحت صاحب حسين وجاي لها في موضوع مهم. اتفضل. اهلا وسهلا. ميرسي. مساء الخير. مساء الفل. مدحت سليمان. محسوبك نافع نافع المهلب. مهلب؟ ايوه كشاف. اتفضل. كشاف؟ ايوه بكشف على اللي داخل واللي خارج ومسيري ان شاء الله اكشف عليه. تفضل. متشكر. العفو. ايه ده القهوة طعمها غريب كده ليه؟ اشرب بس وانت هتدعي لي. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ما افتكرش لاني لسه راجع من اوروبا. أنا في الحقيقة صاحب حسين من أيام الطفولة. إيه؟ وما لقيتش غير قهوة صاحبه؟ ده بني آدم دماغه ناشفة زي الحجر ومش عايز يتلحلح أبداً. وحاطط لي مناخيره في السماء، مش عارف على إيه. ده راجل معقد. عنده حقد طبقي. حقد طبقي؟ تصور إنه غيران مني لأني بكسب قده 10 مرات. ودقيقة على كده. إن اللي بيجي إسكندرية عمره ما فكر يزورني ولا يجي ياخد معايا نفسين. أتاري القهوة طعمها متغير. أهلا وسهلا. زينب جاية حالا يا مدحت. أنت لسه هنا يا نافع؟ ما تفزش تقوم. قاعدين يكفيكوا شر جايين. أنت لسه قلب غضبان عليا يا حماتي. ده أنا جايلك من اسكندرية مخصوص. كسبنا صلاة النبي. كنت خليك هناك احسن لغايه ما تسلك لي الصالون اللي ابراهيم ابني بعته لي من المانيا. ما هو ابنك ده غريب اخر قوي. في حد يبعت له هديه صالون حلاقه؟ انت اصلك طول عمرك برطه ما تفهمش حاجه ابدا. هو في اغنى من الحلاقين النهارده. حلاقي مين غيرك؟ ادي انت اللي فالح فيه. تعرف يا مدحت بيه انا ناويه افتح صالون البلد كلها تتكلم عنه. ناوية تحلاقي دقن مين إن شاء الله بقى؟ دقن الدقن؟ أهلا يا مدام. طب عن إذنكم بقى الأحسن عندي تسليكة مستعجلة. ما تقلقيش يا حماتي. كله نايم في الدرة. أشوفك أمس. باي. متشكرة يا مدحت انك جيت. على ايه يا زينة؟ ده اقل وجه. ولو اني زعلان منك لانك سبتي البيت. يا اخويا بلا بيت بلا غيط. هو صاحبك ده بني ادم؟ ما تشوف المنايل على عينه اللي لسه خارج دلوقتي معايش اختها ازاي؟ ارجوك يا ماما بلاش كلام في الموضوع ده. انا خلاص اعصابي تعبت. على كل حال الموضوع ده محتاج نتناقش فيه بهدوء. ايه رايك لو قعدنا في اي مكان بره البيت؟ معاك حق يا ابني، عين العقل. ايوه ماما بس ما بسش ولا حاجه. يا اختي قومي. على الأقل تغيري جو التربة اللي معيشك فيها سيب سلامته. أهلا
اهلا وسهلا. اه تاخدي ايه يا زينب؟ اخد عصير برتقال. عصير برتقال وواحد راي مارتيني. حاضر. ميرسي. ايه يا ترى عجبك المكان؟ حلو قوي. تعرف يا مدحت، انا من يوم ما اتجوزت ما دخلتش مكان زي ده. مش معقول. اصل صاحبك ما بيخرجنيش من البيت غير كل شهرين ثلاثه مره، ويوم ما بنخرج يوديني الهرم، جنينه الحيوانات. عارف اخر مره وداني فين؟ المتحف الزراعي. اصل حسين طول عمره متحف لوحده حقيقي. بعد ما اتجوزته حسيت اني غلطت، ياما حاولت اغيره لكن مفيش فايده. حسين ما كانش ليا يا مدحت. من ناحيه ايه؟ من كله. ما كانش ده النوع اللي يناسبني. اه طيب ممكن اقدر اعرف مواصفات البني ادم اللي يناسبك؟ يعني عكس حسين خالص. حسين مش تقوم تنام بقى؟ لسه شوية. حياتك يا مربت، شوفي لي حباية اسبرين واعملي لي كوباية شاي. لا يا حسين، كفاية لحد كده وقوم نام، أنت عندك شغل بدري. مش هيجي لي نوم. معلش، قوم عشان خاطري. اقرا آية الكرسي وأنت تنام على طول. أنت لسه فاكرة حكاية آية الكرسي؟ طبعا يا حسين، ودي ايام تتنسي؟ كنت انت فيها ابويا واخويا وامي وكل حاجه ليا في الدنيا. كنت بتخافي من الضلمه، كنت اقول لك ايه رايت الكرسي قبل ما تنام، وهالايام دارت وقلت لي نفس الكلمه. ولا الحواديت اللي كنت لازم تحكيها لي كل ليله. ياه الايام دي راحت فين يا حسين؟ انت فاكر يوم ما نزلت في نص الليل عشان تجيب لي ترمس؟ معرفش ايه اللي جيب بالك ليلتها تاكلي ترمس. ده انا لسه يا دوب كنت بقول نفسي في الترمس لقيتك نزلت جري. تعرف ليلتها زعلت من نفسي قوي. كانت كل حاجه بسيطه وسهله، وكان الواحد بيحس بالامان في شقتنا الصغيره القديمه. يا ريت ايامها ترجع. مش عارفه مرغت، ساعات بحس اني مش قادر استمر، نفسي اعمل حاجه ومش عارف ايه هي. ايه الساعه كام دلوقتي؟ ياه دي الساعه بقت واحده ونص. يبقى مدحت مش هيقدر يعمل حاجه. ميرسي قوي يا مدحت، كانت سهرة حلوة قوي. ادي العيشة ولا بلاش؟ انا تحت امرك في اي وقت. تصبح على خير. تحبي اوصلك لغاية فوق؟ لا ميرسي، باي باي. مع السلامة. مش ممكن انام قبل ما اطمن عليكي واقول لك تصبحي على خير. انا ما تعودتش على الرقه دي كلها. ميرسي قوي. عملت ايه؟ مش عارف اقول لك ايه يا حسين. انا حاولت معاها كتير لكن مفيش فايده. ليه؟ عندها حق يا حسين، صدقني
هي برضه واحدة ست وبتبص للستات اللي زيها. لكن أنا عمري ما قصرت في حقها، كل طلباتها بنفذها لها. هما الستات كده، لازم ترضيهم بأي طريقة. يعني أسرق عشان أرضيها يا مدحت؟ محدش قال لك أسرق. اعمل زي كل الناس ما بتعمل. وأنا من ناحيتي هحاول معاها مرة تانية وتالتة عشان خاطرك. إياك يكون ذوقي عجبك. الله، حلو قوي. إيه ده كله؟ دي حاجة بسيطة. وأنت يا ماما؟ إيه رأيك بقى في ما شاء الله دي؟ الله، حلوة قوي دي. دي عشاني أنا؟ طبعًا. ربنا ما يحرمني منك أبدًا يا حبيبي. تسلم العينين اللي نقت والإيدين اللي اشترت. جميل الفستان ده قوي، هيبقى جنان عليك يا زين. عشان كده لازم أشوفه عليك الليلة. ما بعرفش ارقص. اعلمك، ده سهل قوي. ما بعرفش ارقص. تعالي والله ما بعرف. تعالي تعالي بس. تسيبي نفسك ليا خالص. خليني انا اللي احركك. سيبي جسمك على راحته. قربي أكتر. ها. إيه رأيك؟ حلو. مش قلتلك إنه سهل؟ تعرف يا مدحت، أنا زعلانة أوي على الأيام اللي راحت. بس حسين بيحبك أوي. أخطى عليك، ما تفوقنيش. أمال أمال اتجوزتي ليه؟ ما أعرفش. ده ليه يقدم لك شهاداته بتاعت زمان اللي كان بيطلع فيها الأول. ألو؟ أيوة حسين، أهلا. ازيك يا حسين؟ شفتها امبارح. ايوه صباح الخير. في الحقيقه يا حسين انا تعبت معاها قوي، لسه مزرجنه، لكن انا بحاول معاها طبعا. لا 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 لا، في امل طبعا. انا هبقى اتصل بيك. مع السلامه. وبعدين معاك يا زينب، الراجل هيتجنن. وبعدين معاك انت يا مدحت، عاوزني امشي؟ وده معقول؟ ده انت كنت وحشاني قوي وكنت ناوي اتصل بيكي. ما تصورش قد ايه انا اتضايقت دلوقتي. انا كنت جايه كويسه. ولا تزعلي نفسك يا ستي. خلاص انا هجيب لك حاجه تشربيها تروق دمك خالص. لا ميرسي يا مدحت، مش عايزه اشرب حاجه. لا معلش، عشان خاطري انا. انا اصلي كنت قريبه من هنا، قلت افوت اشوفك عامل ايه. يا ميرفت هي اللي عامله الديكور ده كله؟ ايوه. في الحقيقة ميرفت دي بنت ممتازة. أنا مش عارف ليه ما خلتهاش تعمل لكم ديكورات الشقة بتاعتكم. هو الديكور ده مش عايز فلوس. معاكي حق. في صحتك. أدخل. إحنا ماشيين يا مدحت، في أي خدمة؟ لا متشكر يا صفحة. بس لو سمحت بكرة الصبح بدري علشان تخلصوا لي الصلاة. أنا خايفة أكون معطلك على شغل. لا أبداً. أنا كنت هقوم أنام شوية قبل ما تيجي على طول. أنت بتنام هنا؟ ساعات لما بيكون في عندي شغل بعد الظهر. أصل ميرفت ما نسيتش حاجة خالص. الظاهر عليك معجب بميرفت قوي. تفتكري؟ أمال إيه الحكاية؟ كل حاجة ميرفت ميرفت. ميرفت دي عيلة صغيرة قوي. أنا ما يعجبنيش النوع ده. أمال إيه النوع اللي يعجبني؟
بالطلاق. ليه؟ لسه بتسأل؟ غلط. انت لازم ترجعي لحسين ودلوقتي حالا. حسين، زينب رجعت. زينب. طيب كفاية ولاد لحد كده دلوقتي. قلبي كان بيقول انك هترجعي عشاني يا زينب. ايه رايك بقى سحسي في المفاجاه دي؟ يا سلام يا مدحت، طول عمرك شام. ده قال لي واجب يا سحس. ميرفت، وحياتك تعملي لنا اتنين شاي. تعالى يا مدحت نقعد في البراندة شويه. براندة؟ براندة ايه يا استاذ؟ روح ورا مراتك. طب بس روح ورا مراتك. اجري يا سحس. اخص عليك يا زينب، قدرت تستغني عني المدة دي كلها، اما انا محضر لك حتة دي مفاجأة هتفرحي لها قوي. بصي يا زينب، شوفي، خديهم خديهم كلهم من هنا ورايح، هاتي كل اللي نفسك فيه واعملي كل اللي انت عايزاه. اما انا كنت عبيط بشكل، الفلوس نازله عليا زي المطره، تصوري اكتر من 500 جنيه في الشهر. زينب انت لسه زعلانه مني؟ هو مدحت مشي؟ تلاقيه قاعد مع ميرفت في البراندة. ما تتصوريش انا بحب مدحت ده قدي. يا ريت ميرفت تكون من نصيبه. ده اللي كان لازم يحصل من زمان. اللي هو ايه؟ اللي عمله حسين. دلوقتي بس ابتدى يعجبني. عشان الدروس يعني؟ انا متأكدة ان حسين عمل ده غصب عنه عشان يرضي زينب. يعني انت مش موافقة؟ انا ضد الانسان انه يعمل اي حاجة مش مقتنع بيها، خصوصا عشان الفلوس. الفلوس في رأيي يا مدحت وسيلة مش غاية. كده طبعا اذنك بقى. ما بدري يا مدحت. على فكرة قبل ما انسى، عملت ايه في الستاير اللي هتركبيهم؟ هبقى افوت عليك بكرة اوريك عينات. ما تنسيش تبقي تسلميلي على حسين. ما تتصورش انت وحشاني قد ايه يا زينب. انا عارف انك لسه واخده على خاطرك مني، بس انت عارفه انا بحبك قد ايه، وعارفه اني ما اقدرش استغنى عنك. أرجوك يا حسين، أنا تعبانة وعايزة أنام، سيبني دلوقتي. ألو؟ أهلاً يا روحي، إزيك؟ أنت كمان وحشاني. ما عندكش فكرة الليلة اللي فاتت اتعذبت قد إيه. على كل حال، أنت السبب في ده كله. أنا ما كنتش هرجع له أبداً. هكون عندك بعد ساعة، أوكي؟ باي باي. بحب اريح شويه بعد الظهر. على كل حال انا مش هعطلك. اتفضلي.
انا جبت لك العينات. ها حلو قوي اللون ده، ولا ناخد الاغمق بتاعه؟ طب شوف انا ذوقي بقى. اللون ده ناخده لمكتبك. اصله شيك قوي يا مدحت. واللون ده بقى للحمام. رايحه فين؟ اصل نسيت اخد مقاسه. بعدين بقى بعدين. تعالي معايا بس الاول، عايزك. ميرسي قوي يا مدحت. انا مش عارف اشكرك ازاي. ايه دول؟ انا عارف انه شويه، بس دي حاجه رمزيه. مدحت انت بتقول ايه؟ ما انت خلاص دفعت اجور العمال وثمن الخامات كلها. بس دي اتعابك انت. اتعابي؟ اخس عليك يا مدحت، انت نسيت ان انا اخوات ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس انت كمان تعبتي معايا. خلي الفلوس دي معاك، التصميم ده هديه مني ليك يا مدحت. ودلوقتي اي خدمات؟ ميرسي يا مدحت، ميرسي قوي. طب باي باي بقى يا مدحت، احسن انا اتاخرت قوي. هبقى امر عليك يوم تاني اخد مقاسات الحمام. مع السلامه يا مدحت. الله يسلمك. لا ولا حاجة. مدحت، أنت لازم تبقى تشوف مكان تاني نتقابل فيه غير هنا. ها؟ فعلا. مدحت، مدحت. إيه؟ نقول مبروك. الله يبارك فيك. جيد جدا برضه. لا، امتياز مع مرتبة الشرف. يا ترى فكرت في الكلام اللي قلته لك؟ مدحت، أنا عايز أسأل سؤال. أنت ليه مصر إن أشتغل معاك؟ لأني مش عاوز أي حد. انتم ليه كده مش عايزين تقفوا جنبي طول عمري وانا بحبكم وبثق فيكم؟ ده انا حتى اول ما رجعت من بره ما سالتش على اهلي ودورت عليكم انتم. واحنا ما بنبعدش عنك، لكن يمكن طريقه تفكيرك هي اللي مخلياني متردده. يا ستي انا مستعد اغير كل حاجه، طريقه حياتي، اسلوبي في التفكير، مستعد يا ستي ابقى بني ادم تاني خالص. ياه، وليه ده كله؟ لاني محتاج لك. مدحت، أقول لنفسي مبروك؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه، لكن أرجع وأقول طول عمرك دكاش. أنا مفيش حاجة بيني وبين ميرفت. أمال إيه إصرارك على إنها تشتغل معاك؟ أنت أصلك عبيطة، مش قادرة تفهمي أصول اللعبة. لازم تعرفي إن وجود ميرفت معايا في المكتب هو أحسن حاجة نغطي بيها علاقتنا. وإحنا هنفضل نغطيها لحد إمتى؟ أنا خلاص ما بقتش قادرة أستحمل الوضع ده. أنت إيه؟ ما بتغش من حسين؟ كنت، بس دلوقتي خلاص. إيه رأيك في الفراش ده؟ زمان كان ممكن حاجة زي دي تبسطني، دلوقتي لا. أنا عايزاك أنت يا مدحت، مش عايزة حاجة تانية. ما هو أنا ليكي، محدش هيقدر ياخدني منك. أهو كلام. مش عارفة ليه يا مدحت أنا خايفة. ألو؟ إيه ده يا مدحت؟ انت ليه ما جيتش لغايه دلوقتي؟ في ناس مستنيينك. طيب يا ميرفت، نص ساعه بالكتير وهكون عندك. مع السلامه. انا اسف يا زينب، لازم امشي دلوقتي علشان في ناس مستنيني في المكتب. ناس ولا ست وحشتك وعايز تروح تشوفها؟ وبعدين معاك يا زينب، ده شغل مش لعب عيال. اسمع يا مدحت، احنا لازم نشوف لنا حل، وحل سريع لحياتنا مع بعض. أنا بصراحة ما أقدرش أستمر على الوضع ده. يعني تقدري تقولي لي أنت عاوزة إيه بالظبط؟ أتطلق. طيب طيب طب بس اقعدي دلوقتي، أنت يظهر أعصابك تعبانة. أنا أعصابي تعبانة من حياتي معاك، أنا خلاص ما بقتش قادرة أستحمل. وطي صوتك، الأولاد بره. لما يمشوا نبقى نتفاهم. مفيش تفاهم ولا زفت، طلعني دلوقتي حالا. طيب
افهم ايه بس اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. امال عايز تطلقي ليه؟ مش قادره اعيش في البيت ده، ده ما بقاش بيتي، بقت مدرسه. مش ده كان طلبك يا ست هانم؟ مش انت اللي صممتي اني ادي دروس خصوصيه؟ مش انت اللي عايزه انا اجيب الفلوس باي طريقه؟ خلاص ما بقتش تهمني دلوقتي الحاجات دي. امال ايه اللي بقى يهمك؟ اللي يهمني دلوقتي الطلاق، عاوزه اتطلق. بعد ايه؟ بعد ما استحملت قرفك وضحيت واتنازلت جايه دلوقتي تقولي لي طلقني ومن غير سبب؟ ما بحبكش، مش طايقاك، بحب واحد تاني يا اخي. خلاص عرفت السبب؟ يا مجرمه يا سفله، ازاي تقولي لي كلام زي ده؟ هي دي الحقيقه. ايوه بحب واحد تاني. مين هو؟ اتكلمي، مين هو؟ مش مهم انك تعرف، مالكش دعوه. امال مين اللي له؟ يكون في علمك لا هطلقك ولا هتعتبي هنا تاني، هسيبك كده زي البيت الوقت. وانتوا الاخرين يلا مفيش دروس بعد كده، مش عايز اسمع عني من كل ده. يلا الله يبارك فيك. فكرة مشروعك عظيمة والنتائج اللي وصلت لها لحد دلوقتي يا مدحت هايلة. أنا بفكر إن شاء الله أوسع المشروع، والمرحلة الجاية هفتح فروع في المحافظات الكبيرة. في الحقيقة أنا معجب بيك يا مدحت، معجب بنشاطك وأفقك الواسع، بس أنا شايف إن في حاجة لسه ناقصاك. إيه هي؟ الوجهة. رجل الأعمال منا محتاج الوجهة. أنا معاك إن الجواز في حد ذاته دمه تقيل شوية، إنما الواجهة الاجتماعية مهمة جدا في المجال اللي زي ده. تعرف يا مدحت الجو الأسري بيدي الإحساس بالثقة، يعني لما يكون معاك مراتك ممكن تدخل أي مكان تعزم تتعزم، وهو هو ده المجال بتاع الصفقات اللي زي دي. عرفتي بقى إن وشك حلو عليا وإنه كان عندي حق إن أتمسك بيكي؟ هترجع للبكش تاني؟ لا يا مرتي، حقيقي من يوم ما اشتغلتي معايا وانا حاسس ان كل يوم بتغير عن يوم. يا ترى للاحسن ولا؟ للاحسن طبعا. بصراحه يا مدحت انا في الاول كنت خايفه وما كنتش مرتاحه ان اشتغل معاك. ليه؟ ما اعرفش، يمكن فكرتي القديمه عنك وعن شقاوتك. ولقيتي لحد دلوقتي المسائل ماشيه كويس، بس على الله تستمر. الله مالك يا حسين؟ ايه اللي مقعدك في الضلمه كده؟ ابدا. اتخانقتوا تاني؟ بس المره دي مش زي كل مره. يعني ايه؟ طردتها من البيت ومش هترجع له تاني. الله، طب ده انت خلاص حققت لها اللي هي عاوزاه. حاجه غريبه قوي الستات دول. عاوزه ايه تاني؟ طالبه الطلاق يا سيدي. الطلاق؟ ايوه. طب ليه؟ الست هانم بتقولي انها بتحب واحد تاني. مش معقول. هو ده اللي حصل. ما قالتلكش مين ده؟ ما رضيتش. وانت بتصدق الكلام ده برضو يا حسين؟ هو معقول واحده ست تقول على نفسها الكلام ده؟ فعلا تلاقيها بس بتغيظك يا سحس. لا يا جماعه، زينب فعلا اتغيرت، ما بقتش زي الاول. بصراحه بقى يا حسين زينب دي زودتها قوي، دي انسانة مش مناسبة ليك ابدا. مش كفاية انها ما بتخلفش؟ اخلص منها يا حسين وريح نفسك. حسين انت لازم تتجوز واحدة تانية وتخلف وتعيش حياة طبيعية زي بقية الناس. طلقها واخلص يا حسين. لا، بعد كل اللي حصل ده ولسه بتحبها؟ بالعكس أنا بقيت أكرهها. تعرفي أنا مش عايزة أطلقها ليه؟ عشان عايزة أذلها، عايزة أخرب حياتها زي ما خربت حياتي.
ايه اللي جابك واخري كده؟ انا هنا من بدري. كنت فين؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اتجننتي؟ ازاي تقولي لحسين انك على علاقه بيا؟ انا ما قلتلوش ان انا على علاقه بيك. قصدي على علاقه بواحد غيره، ده كلام؟ وهو ده مش صحيح؟ سكت ليه؟ يا زينب افهميني، اللي بتعمليه ده مش في مصلحتنا. يمكن مش في مصلحتك انت، لكن في مصلحتي انا. يعني ايه؟ مدحت، انا انسانه وبحبك. خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده، انت لازم تساعدني. اساعدك ازاي بس يا زينب؟ حسين مش هيطلقك. صدقيني يا زينب، ده انت لو شفتي حالته النهارده. ده النهارده، لكن بكره انا واثقه انه هيغير رايه. سيبني انا اتصرف، ما تشيلش هم. اهلا استاذ نافع. اتفضل. تو سنكرت ولا ايه؟ انا اصلا رحت لك المدرسه لقيت الاخرى مسنكره. تو بطلت التعليم وسنكرت؟ لا بطلنا ولا حاجه، بس اليومين دول اجازه نص السنه يا استاذ نافع. اه والله صحيح، انا الاخر قلت ايه، هما جابوا ضرفه بدري ولا ايه؟ الظاهر انك مبسوط حبتين. أوي أوي أوي. هناخد منها إيه يا سحس؟ بنصبح؟ ما بشربش الحاجات دي. ما راح تشرب إمتى؟ يا راجل عفر، خلي القعدة تحلو. أي خدمة يا أستاذ نافع؟ أنا جاي لك، ما تستعجلش عليا. أعمر الطاسة الأول. ولو إنها معمرة على طول. ما هو باين. اسمع يا سحس، تعرف انا بحبك ازاي وبدافع عنك عند حماتك قد ايه ومن ورا ظهرك. انا عديلك صحيح، لكن لما عرفت ان زينب النهارده عايزه تتطلق تجالك الفرج يا سحس. والله يا راجل انت ربنا بيحبك، دي انفاس. ما تنفس. لا دي ناس مضروبه بعيد عنك، دول نسايبه وانا عارفهم. وبصراحة كده كان رأيي من الأول إن دي ما تنفعكش. بس أنا أنت يلزمك واحدة متريشة تقف جنبك، مش واحدة تشيلها على كتافك رايح جاي. اسألني أنا. أنا أعرف واحد صاحبي حبيبي زيك كده يا سحس، تم على واحدة عندها كام عمارة، فضل يزن على ودانها لحد ما اتجوزها. سبحان الله يا أخي، أنفاس. كان جربان وحياتك يا سحس. تعال اشوف دلوقتي يا اخويا عقبه مالتك، عمارات ايه وفلوس ايه وقبايه ايه وايس كريم ايه. هي دي الشطاره استاذ نافع. مش عاجباك حكايه العمارات دي؟ بلاش يا سيدي، واذا كانت حكايه التعليم دي معلقه في مخك قوي خلاص، نشوف لك واحده عندها حضانه او مدرسه خاصه، وتبقوا ولاد كار واحد وتكركروا. استاذ نافع انا مش هطلق. تصور انا لما قالوا لي الكلام ده ما صدقتش. لا صدق. ايه يعني بتحبها؟ ولا انت من انصار المثل اللي بيقول خدوهم فاره واشحتوا سوا؟ استاذ نافع من غير لف، انا مش هطلق ومش هرجعها البيت تاني. غريبه، يعني ايه؟ ناوي تسيبها كده زي العربيه اللي عليها قرار جمركي؟ والله دي حاجه تخصني انا. طب واذا كانت بتحب واحد غيرك وغني؟ تقف سكتها ليه يا اخي؟ حرام عليك يا اخي، حرمت عليها عشتها. دي انسانه خاينه، وانا هعرف ازاي اربيها. فاهم بالعقل؟ ده انا بقول عليك راجل طيب ومخك كبير. اذا ما كنتش قادر تعيشها زي ما هي عايزه طلقها يا اخي. والله انا ما كذبتش عليها من قبل ما نتجوز وهي عارفه ظروفي كويس. ايوه بس الظروف بتتغير وبني ادمين كمان بيتغيروا. انا مثلا لو عايش بمرتبي بس كنت طلقت من زمان، لكن الفهلوه والتهليب هم اللي معيشين لحد دلوقتي انا واولادي.
استاذ نافع، انت لص وحقير ومرتشي. الله الله الله، شيوعي بقى حضرتك من الناس الهدامين اللي مبوظين عقول العيال في المدارس. اخرس اسمع مننا الكلام المفيد بقى. انت متجوزه من امتى؟ لو حسبنا اكلها ولبسها وشربها طول مده جوازك هيطلع قد ايه؟ 1000 2000 10000. طلقها يا سيدي وانا جيبي سداد. مش اطلع بره. الله 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 الله. انت بتطردني يا سحتوت؟ واطرد اللي خلفوك كمان. كمان اطلع بره قبل ما نجس ايدي واضربك. تضربني؟ تصل عليك ما تعرفش مين نافع. نافع المهلب. اطلع بره. إن ما ربيتك وقدمت فيك شكوى لوزير التربية والتعليم ما بقاش أنا نافع. يا شيوعي برا. مدي مدي، الظاهر عينا اتأخرنا. الله، هو كان هي مات؟ يا القضية اتنظرت ولا إيه؟ مع الأسف الشديد، القاضي رفض الدعوة. ليه؟ لعدم كفاءة الأدلة. هو ده القاضي. ده؟ يا سعادة بيه. يا سعادة القاضي. نعم، في حاجة؟ محسوبك نافع. نافع المهلب. المهلب؟ أيوه، كشاف جمركي تحت أمر سعادتك. إيه عايز إيه؟ أي خدمة يا سعادة البيه؟ ما عندكش حاجة في الجمرك؟ عربية، تلاجة جاية من بره، بوتاجاز أرسطون. أنت راجل، أنت إيه؟ أنت مجنون؟ امشي. ها؟ أمشي؟ طيب، إن ما دبيتك شكوى عند وزير العدل ما بقاش أنا. أكيد القاضي ده شيوعي. مش قلتلك؟ أديكي خسرتي القضية. ما يهمنيش، هرفع قضية تانية وتالتة. وهتخسريهم برضو. حسين إنسان عنيد، أنا متربي معاه وعارفه كويس، واللي في مخه لازم ينفذه. حسين مش هيسيبك إلا لما يبهدلك وينتقم منك. ما يهمنيش حسين، أنا يهمني أنت يا مدحت. مدحت، ما تيجي نسافر ونسيب البلد. نسافر نروح فين بس يا زينب؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ نروح اي مكان، نبتدي تاني في اي حتة. مدحت انا بحبك قوي، مستعد اعمل اي حاجة عشان خاطرك. وشغلي ومستقبلي ومشاريعي اللي هنا. ثم انت نسيتي انك ست متجوزة ولا ايه؟ ده انت حتى لو حاولتي تسافري لازم تاخدي موافقة الزوج الاول. انت نسيتي قوانين البلد؟ والعمل. بصراحة زينب، أنا مش عارف أقول لك إيه. حياتنا كل مادة تتعقد. أنا حاسس إننا في سجن. بس للأسف إحنا اللي دخلناه برجلينا. اخسى عليك يا مدحت، دلوقتي بقت علاقتنا سجن. ما أنت شايفة بنفسك أهو، مش قادرين نعيش حياة طبيعية زي كل الناس. اتنين هربانين، لا قادرين نخرج ولا نتفسح ولا نظهر قدام أي حد. عايشين تملي في خوف وقلق. حياتنا بقت في العوامة دي وبس. على كل حال أنا هتصرف، ولا يهمك، لازم هلاقي حل. مش عارف، على العموم لما أرجع من بورسعيد نبقى نتكلم. أنت مسافر؟ أيوه، عندي شغل هناك. عندك حق، أهو على الأقل نغير الجو اللي إحنا فيه ده. أنت بتقولي إيه؟ أنت اتجننتي؟ تسافري معايا إزاي؟ أنت ناسية إنك على ذمة راجل؟ طب ويجري إيه يا مدحت؟ هو مين هيعرفنا هناك؟ مين؟ أخت جوزك بس. هي معرفت مسافرة معاك؟ طبعا. ولا انت نسيتي كمان انها بتشتغل معايا؟ قلتلي انت بقى صاحبها معاك هناك عشان يخلالكوا الجو، مش كده؟ انت بصراحه بقيتي فظيعه وعصبيه زياده عن اللزوم. هي ميرفت، اخبار الشحن ايه؟ كله تمام، رجعت الكشوف، المعدات مظبوطه. هايل. طب يلا بينا. تعبت النهارده؟ ها؟ يعني ممكن اسالك سؤال؟ من حقك يا عم. انا بتكلم جد. ومين قال لك اني بهزر بس؟ ايه رايك فيا؟ تاني يا مدحت. ميرفت، ارجوكي ما تحوليش الموضوع لهزار. انا بقالي مده عاوز اكلمك في الموضوع ده وخايف. من ايه؟ منك. ياه، للدرجه دي انا بخوف؟ ميرفت، أنا بحبك وعاوز أتجوزك. قلتي إيه؟ مدحت، فكري على مهلك يا ميرفت، بلاش تقولي رأيك دلوقتي، لكن تأكدي إني فعلا حبيتك ومحتاج لك جدا. بتتكلم
بتتكلم جد يا مدحت؟ عمري ما كنت جد زي دلوقت ميرفت. أنا أول ما قربت منك حسيت إني لازم أتغير، وفعلا حاجات كتير جوايا اتغيرت. يعني مفيش قوة من هنا ورايح؟ خالص. بس في حاجة عاوز أقولك عليها. قول يا مدحت. أنا كان ليا علاقة بواحدة قبل ما أعرفك، كانت ست متجوزة، لكن خلاص كل حاجة انتهت. قلت إيه؟ أنت طول عمرك بكاس، لكن صدقيني المرة دي لأ. مالك؟ لا ابدا، بس تعبان شويه. مصر في حاجه حصلت؟ هيحصل ايه بس يا زينه؟ شكلك كده مش عاجبني. امسك زينب. انا لازم اتجوز. اخسى عليك، وقعت قلبي. ما هو ده املي انا كمان. اصبر شويه هنتجوز. مستحيل يا زينب، احنا بقالنا شهور بنحاول لكن مفيش فايده. قصدك ايه؟ حسين مش هيطلقك، هي دي الحقيقه. يعني ايه؟ انت عارفه ان شغلي ابتدى يكبر في السوق وبقالي اسم، واحد زيي لازم يبقى له وضع اجتماعي، يعني لازم اكون متجوز. زينب انت عارفه انا بحبك قد ايه، وعمري ما حبيت حد غيرك، واذا كنت هتجوز فده عشان شغلي وعشانك انت كمان. عشاني؟ ايوه يا زينب عشانك انت، صدقيني، وخصوصا لو عرفتي هتجوز مين. ميرفت مش كده؟ ايوه. ايه رايك؟ كنت حاسه. وهنفضل مع بعض، علاقتنا هتفضل زي ما هي. صدقيني يا زينب انا فكرت كتير، هو ده احسن حل. انت ترجعي لجوزك وانا اتجوز ميرفت، وساعتها ما حدش هيشك فينا. اه يا سيف يا نجي، مش كفايه فضلت ورايا لغايه ما سبت بيتي وجوزي، ودلوقتي عاوز تعملني زي واحده مامس؟ زينب قدري موقفي انا كمان. طب اعمل ايه؟ هو عليك عشان اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟ كن في علمك لا هطلقك ولا هتعذبي هنا تاني، هسيبك كده زي البيج الواقف. عشان اعمل ايه يعني؟ اروح اقتل جوزك عشان يطلقك؟ لسه هنا؟ مش عاوز تعرف انا كنت عايزه اتطلع عشان مين؟ قلتلك ما يهمنيش. حتى لو عرفت انه مدحت؟ كدابه، ما لقيتيش غير مدحت والسخين، طول عمرك حقيره وحقوده. وانا زي التايه مش عارفه اعمل ايه. مدحت انا لازم اشوفك حالا. ارجوك يا زينب بلاش نتقابل اليومين دول. ليه يا مدحت؟ يا حبيبتي انا فهمتك على كل حاجه، انا كل غرضي ان علاقتنا تستمر ومحدش يشك فينا. طيب يا مدحت انا هبقى اكلمك تاني. صدقت؟ يا كلب
انت السبب في ده كله. انا لازم اقتلك، انا لازم اقتلك. أحقر إنسانة شفتها في حياتي. معاك حق، بس ده كلام فات أوان وخلاص. اسمع يا حسين، إذا كان الحب ما قدرش يجمعنا يبقى الكره هو اللي لازم يجمعنا. الكره كلمة قليلة قوي على اللي بحس بيه ناحيتك. أنا كمان بكره نفسي وبكرهك، بس بكره مدحت أكتر، وأنت كمان لازم تكرهه. اسمع يا حسين، انا بفكر في خطه ننتقم منه احنا الاثنين، وتطلع انت زي الشعره من العجين. انا هدبر معاه ميعاد وانت تفاجئنا وتقتله وكانك كنت بتدافع عن شرفك، وبكده تنتقم انت منه وانتقم انا لنفسي. انا هسيبك تفكر يا حسين، فكر كويس وانا مستنياك. مدحت جاب لي ايه؟ على فكرة ده بيسلم عليك قوي، وكان عايز يطلع معايا لولا انه مرتبط بميعاد شغل. ميرفت، انا عايز اسألك سؤال. انت بتحبي مدحت؟ طبعا يا حسين، ولا ما كنتش وافقت على الخطوبة؟ وهو كمان بيحبك؟ انا عارفة انت عايز تقول ايه. مدحت كان صريح معايا وحكى لي على كل حاجة. حكى لك على ايه؟ مدحت زي أي شاب، كان له علاقات، ده حتى كان يعرف واحدة متجوزة، لكن من يوم ما خطبني خلاص قطع علاقته بيها. وعرفت منين إنه قطع علاقته بيها؟ صدقني، مدحت اتغير، بقى بني آدم تاني خالص يا حسين. فعلاً. بني ادم تاني خالص. الف الف مبروك يا جماعه. انا في الحقيقه مش قادر اعبر عن سعادتي انكم رجعتوا لبعض. اكتشفت انا وزينب اننا ما نقدرش نستغنى عن بعض. عشان كده كان عندي امل انكم هتعقلوا وتبطلوا لعب العيال الصغيره ده. احنا تعبناك قوي يا مدحت، مش عارف من غيرك كان هيحصل ايه. صحيح، الصديق المخلص عملة نادرة قوي اليومين دول. علشان كده يا صديقي المخلص ده عايز يخلص بقى ويكتب كتابه بسرعة. هو مستعجل على ايه كده؟ أنا أصلي عايز أفرح بيكم، ده أنا حتى ناوي أعمل لكم فرح ما اتعملش قبل كده. عايز الناس كلها تتكلم عن الفرح ده، خصوصا الجرايد. Thank you.
هنام في اوضه ميرفت. انت جننت، عاوز تبوظ كل حاجه. ميرفت مش لازم تشرك في حاجه ابدا. اتفقتوا عليه؟ ما قدرتش اتكلم وياه هنا. ميرفت كانت معانا طول الوقت. هتصل بيه بكره. الو، ايه اللي بيخليكي تتكلمي دلوقتي يا زينب؟ احنا مش قلنا بلاش اليومين دول؟ انت ايه، هتبتدي تتهرب من دلوقتي؟ اسمع يا مدحت، انا عايز اشوفك ضروري وبسرعه. طيب طيب، انا حصلناك في العوامه يوم الخميس الساعه 8. مساء الخير يا مرمت. اهلا يا امير. ايه مالك؟ ابدا. متغيره كده ليه؟ ابي ممكن اتكلم معاك كلمتين؟ أوي يا حبيبتي، تعالي. متهيألي اني اتسرعت لما وافقت على خطوبتي من مدحت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الظاهر انه لسه على علاقة بالست اللي كان يعرفها. عرفت ازاي؟ سمعته النهاردة كان بيديها ميعاد بالتليفون عشان تقابله. يا شيخة، تلاقيه كان بيزحلقها. على العموم انت لازم تعرفي ان العلاقات اللي زي دي مش من السهل انها تنتهي بين يوم وليلة. بس مدحت اكد لي ان علاقته انتهت مع الست دي. مش عارف اقول لك ايه يا مرفت، لكن على اي حال انا مش عايزك تتسرعي. حكي معالك، ما تخليش عواطفك تخدعك زي ناس كتير اعرفها. قبل ما تتجوزي مدحت لازم تتاكدي اذا كان بيحبك حقيقي ولا لا. يوم الخميس الساعة 8. تاني مرة ما تبقيش تكلميه في المكتب، لأن ميرفت خدت بالها. أنت ناسي إن مفيش مرة تانية بعد كده؟ خد ده مفتاح العوامة، اعمل مفتاح زيه. هكون عنده يوم الخميس الساعة 8. 8:30 تفتح وتدخل علينا ومعاك مسدسك. هتلاقينا في حالة تلبس، وبكده يبقى قدامك الفرصة انك تقتله وانت مطمن. ده انا دخت عيل حد بعيد، ده ماركه قديمه قوي. على فكره يا زينب، انا مش مطمن للي انت بتعمليه ده. هو ده الحل الوحيد. الاتنين خربوا حياتي ولازم يدفعوا الثمن. مدحت لازم يموت وحسين يقضي بقيه حياته في السجن.
8 ونص بالظبط. اوعى تتاخر. رصاص في العوامة اللي جنبي، أنا خايفة تكون جريمة قتل. العنوان؟ شارع النيل عوامة نمرة 9. بس احنا ما اتفقناش على كده يا مدام. كنت عاملة حسابك لكل حاجة إلا حاجة واحدة بس، هي دي اللي فاتتك، إني شكيت فيكي من أول ما رجعت للبيت. عارفة شكيت فيكي ليه؟ لأني مش ممكن أثق في زوجة خاينة. كنت فاكرة انك ممكن تنتقمي من عشيك على حساب حياتي، بس انا كنت صحيلك وكنت براقبك طول الوقت، وشفتك لما غيرت المسدس واخدت الالم. على اي حال، المسدس اللي انت استعملتيه ده مش بتاعي، ده مسدسك انت اللي عليه بصماتك من يوم ما اشتريتيه. حسين، انت فهمتني غلط. والقلم ده رمز النجاح والنظافة، ما كانش يصح تدخليه في لعبتك القذرة دي. ومسدسي اهو نظيف زي ما هيفضل نظيف طول عمره. ها قلتي ايه؟ لحد هنا كفاية. كده مظبوط، قتلتيه وانت خارجة، كان لسه في نفس قتلك وريحتوا العالم منكو. اتنين وسخين خلصوا على بعض. على اي حال، انت ما خسرتيش حاجه مهمه، ده مجرد حادث مر في حياتك ولازم تنسيه. يلا بينا.